صباح الخير يا نعم. صباحك يا اخوي. خليل صاحي؟ مرحبا يا شيخون. تعال عاوزك. اعمل لنا كوبايتين شاي يا نعام. من عينيا يا اخوي. هي يا زين، مش معقول تكون اختك وحشتك قوي كده. انا ما نمتش طول الليل من الفكر. خير يا اخوي؟ الخواجه هيبيع البار ومفيش حد غيري اولى بيه. ومين؟ من جنب كم يعني؟ كل اللي احتكم عليه 500 جنيه. ايوه يعني الزبك قد ايه؟ مش اقل من 1500. لو تصبر عليا كم يوم كده ادبر لك الف. خايف للبيعة ياكلها حد غيري. اختك عندها جزء اساوي تبقى حمل. مش هيعملوا ولا حاجه. ألف جنيه يا خواجة. دي مش كلام سرة، دي كلام لمؤاخذة. خلاص هزودك 200. حرام عليك يا جدع انت. بار طول بعرض زي ده عايز تدفع فيه 1200؟ يا شيخون انت جاي عليا قوي كده ليه؟ صدقني يا خواجة مش هيجيب لك أكتر من كده. ريح نفسك. أنا عندي بقى اللي يعرف يقدر البار. أيوة مظبوط. بلاش أنت حبيبي، أنا مش راخي بيع. ما تسمعش كلام الواد ده يا خواجة. بعدين يسوحك وما تلاقيش حد يشتريه. انا مش راخي بيع، انا سيبه تذكار زي الملك فاروق، ساب كل حاجه هنا ومسي. اتفضلي انا مش فاضي. اموت انا في المال بلا فلوس. لقيتك ايه يا عمر بيه؟ يا راجل اختشي. مش لما جمالك يختشي الاول. طب انا عايزه واحد تاني. واحد بس؟ قول اتنين تلاته. املى يا شيخون. مالك يا شيخون؟ شايل الهم على دماغك انت كمان ليه؟ تكونش اتعديت من الخواجه بتاعك؟ انت يا اخي ما عندكش نظر. تبقى الحلاوه دي كلها قاعده قدامك وتشيل الهم. معاك حق يا عمرو بيه. هي حلوه بعقل. حسابك كام يا شيخ؟ 3 جنيه و70 قرش. 5 جنيه وخلي البيع علشانك. ليلتك انس وصباحك لبن. اتصدق سيخون، اخس على دي ناس عايزين يشتروا واخد بار بفلوس اوانطه. روق انت بس خواجه وما تحملش هم. انت عندك حقيقي واخد يشتري بار؟ مال خواجه. انا هشتريه. انت بتقول ايه خمار؟ ايوه خواجه. هشتريه يعني هشتريه. ايه ده؟ انت لازم خسر حاجه في مخك مش تمام. عايز استنى واخد 100 سنه. بقول لك يا خواجه. انت عايش في كام؟ 2000 مشين اسواخد مليين. ها عد دول كام؟ 700، وعلى بكره اخر النهار اكون دبرت لك 300. قلت لك ما يقضوش. طب والعامل؟ بقول لك ايه؟ انا عاوزك تشوف الاتنين عيال جدعان. ناوي على ايه؟ مصدق يا بنت لقطع قمرك. قلبها يا سمكة. مش استعدت العورة. تسلم لي يا شيخون، واسلم لي بدنك وعافيتك يا اخويا. ما قلت لك 100 مره بلاش تمشي لوحدك بالليل يا ست دلال، ولاد الحرام كتير. اعمل ايه بس يا اخويا؟ ليله نحس بعيد عنك. طب اتفضلي اوصلك البيت بعيد. انت ده خطوتين اتنين بس. طب اتفضلي. يلا يا اخويا ركبي سايبه. هو ايه؟ يكونوا سرقوا حاجه من الصيغه ولا حاجه؟ لا لا الحمد لله. طب الحمد لله ربنا ساتر بعيد عنك. كله سليم.